بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في بيان بعض التأملات في سورة هود المباركة. على الشرط السابق الذي ذكرناه في ليلة أمس وفي السنوات السابقة، أنه ليس بتفسير، وإنما بعض الروايات الواردة، استفادة من بعض الروايات الواردة وتفاسير المفسرين، بالإضافة إلى بعض ما يخطر بالبال بدوان، وكل ذلك بحاجة إلى تحقيق ومراجعة وتدقيق لمعرفة أنها مطابقة لما أراده الله تبارك وتعالى والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه السورة المباركة نزلت في مكة المكرمة، فهي من السور المكية، ونزلت في فترة عصيبة جدا في أواخر وجود الرسول صلى الله عليه وآله، السنوات الأخيرة من وجوده المبارك في مكة المكرمة قبل الهجرة. تلك الفترة فترة كانت عصيبة جدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين، لأنها أحداث متراكمة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، من جهة ضغوطات الأعداء كفار قريش ازدادت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين، وقد حوصروا في شعب أبي طالب، ورافق ذلك موت مؤمن قريش أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وكذلك رحيل السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها. فهذه كانت مما تؤلم قلب الرسول صلى الله عليه وآله وتؤذي المؤمنين بشدة. أبو طالب كان حامي لرسول الله صلى الله عليه وآله، السيدة خديجة أم المؤمنين كانت حامية لرسول الله صلى الله عليه وآله. في سنة واحدة كلاهما ماتا والتحقا إلى الرفيق الأعلى، فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله بلا ناصر ولا معي. ضغوط الأعداء من جهة، موت هذين الاثنين، أعمدة الدفاع عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من جهة، المحاصرة في شعب أبي طالب من جهة أخرى، فالضغوط متراكمة على قلب رسول الله وعلى المسلمين قاطبة. لذا كان الأمر بحاجة إلى تسلية قوية من الله تبارك وتعالى لرسوله الأعظم صلى الله عليه وآله. في هذه الفترة العصيبة نزلت سورة هود المباركة. سورة هود تحتوي تسلي لرسول الله صلى الله عليه وآله، والتثبيت له، وتسلي للمؤمنين، لأنها تحتوي على مجموعة من العقائد الحقة مع قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى المسلمين يشوفون ما جرى على الأمم السابقة
وما جرى على الأنبياء في الزمن السابق، وكيف أن الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف نصر أنبياءه ونصر المؤمنين، ولكن بشرطها وشروطها، ومن شروطها الصبر والاستقامة والثبات. لذا مع أن هذه السورة نزلت في هذه الأجواء الصعبة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وتثبيتا له، مع ذلك كانت سورة شديدة جدا على قلب رسول الله. واحد لا يتصور أن الطريق مفروش بالورود، لا، طريق المجاهدين، طريق أولياء الله. واحد لا يتصور أن المؤمنين مرتاحون من كل الجهات. صحيح الله تبارك وتعالى وعدهم الناصر، لكن الطريق مفروش بالأشواك، مو طريق سهل، وإنما الطريق صعب. الوصول للهدف، خاصة إذا كان الهدف سامي، الهدف الله تبارك وتعالى، الهدف تعزيز الدين، نصرة المؤمنين، تثبيت الإيمان، الانتصار على الأعداء، هذا طريق صعب للغاية، بحاجة إلى صبر واستقامة. ولذا حينما شاهد المسلمون الشيب على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، قد أسرع الشيب إلى وجهه قبل أوانه، التفتوا إليه وقالوا له: يا رسول الله، أسرع الشيب عليك أو إليك؟ فقال صلى الله عليه وآله: شيبتني سورة هود، هذه السورة شيبتني، وأكو بعض السور الأخرى أيضا كالواقعة مثلا. ليش سورة هود شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنها نزلت لتسلي رسول الله، وأنه تذكر قصص الأنبياء السابقين لتثبيت الرسول ولتثبيت المؤمنين؟ بعض المفسرين أو بعض الروايات بيّنت أن ذلك، هذا الشيب شيبتني سورة هود، لأجل آية في أواخرها، وهي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة تشيب الإنسان، واحد ما يقدر يتحمل، فرسول الله صلى الله عليه وآله جبل الصابر يتحمل. فاستقم كما أمرت، هذا مو مشكلة، ربما المشكلة في المقطع الثاني: ومن تاب معك. ومن تاب معك، ذولا ما يتحملوا، ذولا ما يصبروا، ذولا يضغطون على الإنسان. القائد عادة يتحمل لأن هو قائد المسيرة، والضغوط تكون عليه، عنده فرد روحية كبيرة، إذا ما كانت عنده روحية كبيرة ما كان يصير قائد، فيتحمل المصاعب، الآلام، المشاكل، الفتن برحابة الصدر، كالجبل الراسخ. المؤمن كالجبل الراسخ لا تزعزعه العواصف. رسول الله يستقيم ما عنده مشكلة، ولكن من تاب معك المشكلة هنا. هؤلاء قد بعضهم لا يستقيمون، فالأمر موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فربما هذا من باب الاحتمال، أنه هذه الآية سببت الشيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الآية في هذه السورة، وربما هنالك على الأخرى أيضا. ورد في فضل قراءة هذه السورة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ سورة هود في كل جمعة، في كل جمعة، أكو احتمالية إما في يوم الجمعة يعني، أو في كل أسبوع مرة واحدة، هذه العبارة في كل جمعة تطلق، وقد يراد بها يوم الجمعة بعد الخميس قبل السبت، وقد يراد بها طول الأسبوع، يعني بالأسبوع مرة
يقرأ هذا الشيء. والفرق بينهما حسب القرائن. من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله في زمرة المؤمنين والنبيين، مقام عظيم جدا في زمرة المؤمنين والنبيين. وحوسب حسابا يسيرا، مو حساب صعب، وإنما حسابه يسير. ولم يعرف خطيئة عملها يوم القيامة، أو ولم يعرف خطيئة عملها يوم القيامة، يعني لا يعلمه الله بخطيئته. إذا عنده أخطاء، عنده ذنوب، عنده معاصي، فتكون مستورة، لا يعلم بأنك فعلت كذلك. لأن إذا يجيبون الإنسان يوم القيامة ويخبروه بذنوبه ومعاصي، هسه أمام الجميع في المحشر، أو لا حتى لو وحده، يخجل، فضيحة هاي. إذا واحد يقول له لا أنت هيك سويت، فهذا يخجل ما يوجه يروح. فإذا داوم على قراءة هذه السورة في كل جمعة لم يعرف خطيئة عملها يوم القيامة، أو لم يعرف خطيئة عملها يوم القيامة. وأيضا في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من قرأها يعني سورة هود أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به. كم واحد صدقوا بالنبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام؟ كم واحد كذبوا به؟ ذول المجموع كم واحد بعددهم؟ كل واحد 10 حسنات. وهود وبهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى، بعدد هؤلاء من صدقهم ومن كذبهم 10 حسنات. والسر في هذه الأسماء لأن هذه السورة تحتوي على قصص هؤلاء الأنبياء، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى، وكان يوم القيامة من السعداء. هذا جانب من فضل قراءة هذه السورة المباركة. طبعا بطبيعة الحال مو المقصود مجرد التلاوة، مجرد التلاوة قد يكون جيد، ولكن المهم العمل بمضامين هذه السورة الكريمة. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. القراءة المجردة قد تكون سببا للعن القارئ أصلا. وما أكثر القراء المنحرفين، المنحرفون الذين يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم، هذا ما له قيمة أصلا، بل لا يزيد صاحبه إلا وبالا وخسارة. المهم أن يقرأ بتدبر وتمعن وفاهم وعمل وتطبيق في الحياة اليومية. الآية القرآنية، هذه السورة تتحدث عن مجموعة من القيم ومن أسباب النصرة، إن عملت بها سعدت وكان من السعداء، كتب الله له هذا الأجر العظيم، حشر مع المؤمنين والنبيين، ولم يحاسب إلا حسابا يسيرا. هذا مشروط بالعمل، أما مجرد القراءة فقد يكون له ثواب مع شروطها طبعا. الآيات القرآنية مثل وصفة الطبيب أو مثل خريطة المهندس. إذا فرد واحد مهندس جاء أعطاكم فرد خريطة، قال إذا تريدون فرد بيت جيد، فرد قصر مستحكم رصين ترتاحون به، هاي الخريطة أخذوها. فإذا واحد أخذ الخريطة وقرأها وطالعها بدقة كل يوم مرة أو بالشهر مرة وعلقها في بيته، هل ينتفع بها؟ الجواب لا. إذا طبق الخريطة ولكن على أساس ضعيف، الخريطة طبقها 90%، 10% ما طبقها، 5% ما طبقها، المقدار من الأعمدة اللي يريده هذا البناء أو مقدار من الإسمنت أو الأساس اللي يريده
ما طبق ما في الخريطة، يصير قاصر خاوي ربما بزلزال بسيط ينهى. خريطة واحدة لبناء واحد، وصفة واحدة لطبيب واحد، لمريض واحد، بحاجة إلى العمل الدقيق حتى يكون مثمرا، وإلا فلا يثمر، لا يوصل إلى المطلوب. كذلك حينما نقول هذه السورة، من قرأها في كل جمعة بعثه الله في زمرة المؤمنين والنبيين وكذا وكذا وكذا، هذا بحاجة إلى العمل بها، تطبيقها بحذافيرها كاملة. هذا جانب من فضل هذه السورة. وهنالك رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله، عن الإمام الصادق عليه السلام: من كتب هذه السورة في رق ظبي، الظبي يأخذوا جلده، رق ظبي يكتبون هذه السورة ويأخذها معه، ويأخذها معه، أعطاه الله قوة ونصرا. هذه السورة تسبب قوة ونصر لهذا الإنسان الذي يحملها في رق ظبي. ولو حاربه 100 رجل لانتصر عليهم وغلبهم، وإن صاح بهم انهزموا، وكل من رآه يخاف من. هذا أيضا من آثار كتابة هذه السورة بهذه الكيفية. ولكن قد يخطر بالبال بالنسبة إلى هذه الرواية الشريفة ونظائرها في المنظومة الدينية. أكو روايات قد الإنسان يطالعها ويستغرب منها، يشوف أنه ما صار فرق بين الزمانين، قبل ما يحمل السورة وبعد ما حمل السورة ما صار فرق، الرواية أكدت على شيء معين فعله، لم يجد الفرق، لم يؤثر، كان ينتظر أثرا كما في الرواية الشريفة، لم يجد ذلك الأثر. لماذا؟ ماذا نفعل بهذه الروايات؟ هذه شبهة قد تطرق الأذهان في كثير من الأحيان، الروايات الغريبة اللي يشوفها الإنسان بعدين بعض الأحيان يطبقها، يشوف أي فرق ما صار لا قبل لا بعد. لماذا ذلك؟ بشكل عام، السؤال بشكل عام، البعض يجون يجاوبون بضعف السند أن هذه الروايات لا سند لها، فينسف الرواية من جذورها. خب ماذا يفعل بالقرآن الكريم؟ هنالك نظائر لهذه الروايات في القرآن الكريم، بالإضافة إلى أن بعض الروايات سندها أيضا تام ومعتبر، فرد الرواية سندا لا يحل المشكلة. المشكلة ما تنحل. مثلا العسل في القرآن الكريم شفاء، واحد يأكل عسل يشوف ما أثر، فيه شفاء للناس، هذا شو تسوي؟ وهكذا آيات أخرى وروايات أخرى. بغض النظر عن البحث السندي، هنالك مجموعة من الأجوبة بالنسبة إلى هذه الرواية الشريفة ونظائرها، مجموعة من الأجوبة المتعددة، أنا أكتفي بذكر جوابين. الجواب الأول: ربما أمثال هذه الرواية والروايات التي تبين ترتيب آثار مادية على مجموعة من الأعمال كقراءة القرآن أو كتابة القرآن أو قراءة هذا الدعاء أو هذا الذكر أو ما أشبه ذلك مما لا يجد الإنسان فرقا قبله وبعده، ربما هذه الروايات تريد أن تشير إلى الحصانة التي يتمتع بها الفرد، خلف هذا العمل هنالك جهة قوية تحصنه وتعطيه المناعة والقوة والاعتبار. أكفر الجهة خلف هذا الفرد
تعطي لأجل هذا العمل حصانة تشريعية واعتبار وقوة ومناعة. ربما بالفعل ما يأثر كما تنتظر، ولكن هذا دا يشير إلى تلك الجهة القوية خلف هذا العمل. نمثل فرد مثال عرفي، إنسان قد لا تكون له حصانة، هذا مثال عرفي خارجي. واحد يجي يقول له أخذ جواز دبلوماسي أو أخذ جواز تلك الدولة العظمى، أنت راح تصير قوي، ما حد يقدر يقول لك شيء، ما حد يقدر عليك. فيستلم هذه الأوراق، الجواز الدبلوماسي أو جواز تلك الدولة العظمى. سؤال: قبل ما يأخذ الجواز وبعد ما أخذ الجواز هل فرق في قوته؟ الجواب لا، هذا نفسه نفسه ما فرق. الآن يمشي بالشارع يمكن فرد واحد يجي يقتله بكل سهولة أو يضربه بالسكين بكل سهولة. شنو صار لعد؟ أنت ما قلت أنه إذا تأخذ هذا الجواز ما حد يقدر عليك، ما حد يقدر يقول لك شيء، تتمتع بقوة؟ يقول نعم، هذا الجواز معناه أن ظهرك قوي، أكو وراك دولة تسندك. هذا ما ينافي أنه فرد واحد يجي يقتل الإنسان ويتهجم عليه أو يطارده أو يسجنه أو يعذبه كفرد أو أفراد أو حتى بعض الدول. هذه إشارة إلى أن خلفه جهة قوية تدعمه، وأن التعدي على هذا الفرد تعد على تلك الجهة القوية والقوة العظمى. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول حول مكة المكرمة الكعبة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمنا يعني شنو؟ آية أخرى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. آية ثالثة: أولم يروا أنا جعلناه حرما آمنا. مكة المكرمة آمنة، مع ذلك نجد أنها تعرضت لمختلف أنواع الاعتداءات على طول التاريخ، بدءا بيزيد خليفة الأمويين أو الأمويين عليه وعليهم لعائن الله، قصف الكعبة المعظمة بالمنجنيق وهدمها. وقد تعددت حالات الاعتداء على الكعبة المعظمة ومكة المشرفة في التاريخ مرارا عديدة. هذا وين حرما آمنا؟ هذا نوع اعتبار، الجواب مثل جواز الدبلوماسي اللي بينا، هذا نوع من الاعتبار، الاعتبار من قبل الله تبارك وتعالى: إنك أيها المؤمن إن فعلت هذا إنك في حماية الله تبارك وتعالى. هنالك جهة قوية، هذه الجهة القوية هي التي تقف معك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. أكو فرق، واحد عنده ظهر وواحد ما عنده ظهر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: إنها هذه الرواية وأمثالها على نحو بيان المقتضي مو العلة التامة، يعني هذا العمل في حد ذاته له هذه القوة والقدرة على هذا التأثير، بغض النظر عن ضرورة وجود شرائط أخرى في المقام. أنتوا الشيء اللي تريدون يأثر التأثير الكامل، هذا بحاجة إلى اجتماع 1000 عامل حتى يؤثر أثره. 1000 عامل لازم يجتمع، 1000 شرط، أو بعض الأحيان 1000 الشروط، 1000 الأجزاء لابد وأن تجتمع بدقة حتى يؤثر الشيء أثره.
في العرف نقول في المحاورات العرفية الطبيعية النار تحرق، واضح. هذه الطائرة تحمل أثقال آلاف الأطنان وتحلق في أفق السماء. هذه القنبلة النووية تهدم مدينة كاملة. هذا بإشكال هذه العبارات؟ ما بإشكال، ولكن نجد في بعض الأحيان النار لا تحرق. هذه الطائرة لا تستطيع أن تقلع، ما تتحرك. هذه القنبلة، هذا الصاروخ لم يعمى. ليش؟ لأن هذا الصاروخ، هذه القنبلة، هذه الطائرة مركبة من عشرات الآلاف من الأجزاء الدقيقة. حينما قلنا الطائرة تحلق في السماء، هل كذبنا؟ الجواب لا، لابد وأن تتوفر جميع العوامل وجميع الشروط حتى يؤثر ذلك أثره. إذا فرد برغي صغير مركب بالخطأ، أو فرد واير سلك كهربائي معين مركب بالخطأ، ما يتحرك؟ الطائرة ما تتحرك، الطائرة تسقط، القنبلة لا تعمل، النار لا يحرق. خلوا أنتوا ماي على الورقة وخلوها على النار لا تحرق، وين صار لعد كلامكم النار يحرق؟ هذا على نحو المقتضي. هنالك مجموعة من العوامل والشروط لابد وأن تتوفر حتى يؤثر الشيء، حتى يؤثر الشيء أثر. أيضا هذه الروايات والآيات التي تقول العسل شفاء، تربة الحسين شفاء، اقرأ هذه الآية لا يصيبك عدو، هذا أيضا بحاجة إلى اجتماع مجموعة من العوامل والأسباب الأخرى تتضافر فيما بينها حتى يؤثر ذلك أثره المطلوب. هذا أيضا من الأجوبة. فالجواب الأول الحصانة، الاعتبار التشريعي من قبل جهة قوية. الجواب الثاني أنها على شكل على نحو المقتضي، تؤثر أثرها التام بعد اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع. هذه السورة المباركة تحتوي باعتبار نزولها في مكة المكرمة يدور حديثها حول مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ورسالتهم في هداية أممه، وفي المقابل ما تحملوه من المشاق والمحن من أممهم اللي الغالب لم يؤمنوا بهم، والذين آمنوا هم أفراد قلائل جدا، إلى أن قضى الله تبارك وتعالى على تلك الأمم بالهلاك، ووعد هذه الأمة أيضا بالمصير بالعذاب على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف ينصر المؤمنين. هنالك مجموعة من النقاط الأخرى إن شاء الله نذكرها خلال الآيات الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذه السورة المباركة، وأن يوفقنا للعمل على طبق مضامينها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.